في السنة الثالثة بعد عام 2000 بدأت الجامعات تتوسع واستحدثت العديد منها لتمتلئ بالطلبة في مختلف الكليات لرفد بلدهم بالطاقات الشابة التي تأملت خيرا بحكومات نازيها. ومنذ ذلك الوقت والخريج يعاني من فرض حظر التعيين على مختلف المؤسسات الحكومية. اجينا اليوم حتى نثبت وجودنا ونقول لهم ترى احنا موجودين، ترى احنا من 2002 متخرجين، من 2003 لحد هسه بكافة الاختصاصات وكافة الكليات، الكليات اللي اكو ما ادري ليش فاتحيها، تدوها اذا انتم ما محتاجين كلية العلوم والاداب، خلوا بس تربية ومعهد معلمات. الجميع مستبشر بحكومة الكاظمي للنيل من فساد المؤسسات التي وقفت في مقدمة قوارب الفساد لتبحر على أجساد العاطلين عن العمل وتهدم طموحاتهم تجاه الوطن، مطالبين بحلول سريعة لتعيين الخريجين القدامى. أناشد وزير التربية، مدير تربية محافظة كربلاء، محافظ كربلاء بإيجاد حل لخريجي المحافظة، خريجي من كافة الاختصاصات. نطالب الجهات المعنية، الحكومة وعلى رأسها السيد مصطفى الكاظمي وكافة وزارات الدولة وبالخصوص محافظ كربلاء ومدير تربية كربلاء المحترم عباس عودة بأنصافنا للتعيين على ملاكات الدولة بعقد أو بأجر أو على الملاك الدائم حسب التغيير والاستحداث وحركة الملاك في دوائر الدولة كافة في كل سنة. درسنا فاجتهدنا فسرقتم أحلامنا. رابطة الخريجين في محافظة كربلاء المقدسة يرفعون هذه اللافتة مطالبين حكومة الكاظمي بإيجاد فرص للتعيين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء.